من الامانه انا في لجنه الميزانيه وفي لجنه الميزانيه تناقشت هذه النقطه والتوصيات اللي جاتنا ديال اللجان ما فيهاش داك الشيء. انا كنت ضد لسبب هو انه من بعد جات بالاجماع، ماشي الاجماع اللي مكتوب تما في التوصيات ديال اللجان ما كانش الحقيقه، وكان تقرير دارته الممثله ديال السلطه وكذا وكذا بين يوم ديال شي المقابر. هادشي ديال المقابر الناس من بعد راه اتصلوا تيحتجوا، ولكن من عرفوا الحقيقه عاد فيه بزاف الناس تيشتغلوا داروا تضحيات في هادشي ديال المقابر التقليديه. وخصت انا المقابر التقليديه قلت علاش الجامعه اختارت هاد الهيئه هادي بالضبط اللي دير بها كذا، وراه كاين تضحيات ديال الناس لعبوا دور كبير، وذكرت على اوراش والمشاكل اللي دارت في اوراش، وتجبدات فضائح وطلب مني بانه يا ودي داكشي ما فيهش دقيق وسكتنا لان ما فيهش الدقه، ولكن كاين عندي الدليل يجبدوا بان فيه فساد وفيه كذا وكذا. طيب انا هذا الموضوع ما غاديش ندخل فيه والاشاره واضحه، ولكن فيما يخص هادشي ديال المقابر انا تنقول بانه راه ماشي شي حاجه اللي بسيطه وماشي شي حاجه اللي تتبان سهله. الناس مرتبطين المقابر التقليديه اقدار سيد عمار الشيخ الكامل مرتبطين بالاموات ديالهم، كاين ناس داروا عمل كبير في هادشي. الان مقصيين علاش بالضبط هاد الهيئه؟ علاش بالضبط الاخرين؟ دونك هادشي راه خلق مشاكل حضاريه واحتجاجات على هادشي، ماشي حضاري احتجاج حق مشروع حق دستوري وبالعكس مفيد جدا باش تصحح الامور. شكرا.